صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم نهار الثلاثاء 22 ديسمبر 2015. عالم صباح جديد وفقرات جديده. اليوم بنكفي معكم لغايه الساعه 12 ونص بتوقيت الساعه 1 اليوم بتوقيت بيروت. واكيد محطاتنا راح تكون عديده وفي منها جزء متعلق بعيد الميلاد ان شاء الله بينعاد على الجميع. واكيد اعياد هيك كلها ورا بعضها هالفتره ولها سبب. دائما بنحس انه اكيد في عجقه العيد، في عجقه السيارات، وفي عجقه كثير امور عم بتصير بالطرقات، انما ان شاء الله بيكون هالحركه فيها بركه للجميع. اليوم كنت هيك حابه احكي عن موضوع امبارح كل الناس هيك كانوا عم يحكوا فيه، ودغري مباشره بلش بيطلع فيه احاديث من بعضه، واللي هو انتخاب ملكه جمال الكون امبارح اللي صار بلاس فيغاس بامريكا. تخيلوا امبارح الموقف اللي وقعت فيه ميس كولومبيا، لانه امبارح وقفوا اثنين حد بعضهم، ميس كولومبيا وميس فيليبينز، واعلن ستيف هارفي اللي هو من اهم المقدمي البرامج بامريكا، اعلن انه الوصيفه الاولى هي ميس فيليبينز والملكه الجمال هي ميس كولومبيا. وراحت وسلمت التاج ووقفت وبلشت تحيي جمهورها ميس كولومبيا، وفجاه رجع فات ستيف هارفي واعتذر وقال انا عندي غلطه لانه كنت حاطط اصبعي بالغلط على الفيرست رانر اب او على الوصيفه الاولى، وذكر اسم ميس كولومبيا كملكة جمال ورجع قال لا بدي صلح الموضوع، ميس كولومبيا هي الوصيفة الأولى وميس فيليبينز هي ملكة جمال الكون. ما في أصعب منه الموقف امبارح اللي مرقت فيه ميس كولومبيا، يعني فاتت رجعت ملكة جمال السنة الماضية، شالت التاج عن ميس كولومبيا وحطته رجعت على راس ميس فيليبينز. وأكيد كان فعلا يعني بالنسبة لملكة جمال كولومبيا هذا الشيء كان كثير شيء مؤسف، وأكيد صدمة كثير كبيرة لها، وحتى صدمة كانت بس صدمة مفرحة لمس فيليبينز اللي بتستاهل التاج ايضا لانها كثير عندها كاريزما وعندها حضور، والف مبروك اكيد لها. اليوم حبيت اطرح سؤالي على الفيسبوك، شو بتعملوا اذا كنتوا مكان مس كولومبيا وتم ازاله التاج، او حتى حيالله شيء ربحتوا شيء ورجعوا قشطوكم اياه اذا فينا نقول، او اخذوه منكم، خاصه عم بتكون قصه امام ملايين المشاهدين. امبارح مباشره بلشت دغري تصير الاحاديث والنكت مثل ما بيقولوا، كله بلش يبعت اشياء على الواتساب على الفيسبوك، حتى بنشرات الاخبار وبنشرات اللي بتنتقد بالعاده الامور اللي بتصير بالحياه الاجتماعيه وايضا الفنيه، كانوا عم بيقولوا انه ستيف هارفي لازم هلا ما يروح بقى على كولومبيا على شي 6 سنين يمكن مينيموم، لانه غضبان عليه كل الشعب الكولومبي. واكيد كانت مفاجاه كثير يعني مؤسفه وكثير بتصدم ملكه جمال كولومبيا. انما بدنا نقول انه اكيد هالموقف كان كثير كثير يعني غير شيء غير تقليدي، كلهم كانوا عم بيقولوا هي اول مره بتصير هيك شيء بتاريخ تقديم ملكات جمال الكون، انما بالنهايه هذا اللي صار امبارح. ودغري بلشوا يطلعوا انه ملكه جمال كولومبيا حاطين بالاول فوق ميس يونيفرس 2015 وتحتها حاطين صوره 2015 اس مثل ما بيعملوا بالتليفونات لما بينزل موديل جديد، كمان كانت ميس يونيفرس 2015 ميس فيليبينز. راح نتابع هلا معكم محطاتنا ومن اجواء الاعياد راح نشوف شو هن الهدايا اللي قدمنا لكم اياها لما نزلنا معكم على الطرقات وعيدناكم مباشره بخلال عالم الصباح، واسره عالم الصباح كانت موجوده معكم. بمناسبة الأعياد بينزل عالم الصباح على الشارع ليعيدكن ويشارككن فرحكن. هدايا عالم الصباح كتيرة وبتتضمن مجموعة من الجزادين ماجازين كلوتش المصنوعة يدويا، تقدمة بوتيك أليس قدي، مجموعة أفران ودفايات كهربائية تقدمة مؤسسة أفتيم للأدوات المنزلية الكهربائية، مجموعة كاملة من الأواني المطبخية الإيطالية فلونال تقدمة شركة ANF الرائدة بالأدوات المنزلية، وقسائم شرائية قيمة تقدمة سوبر ماركت ريدي سوديكو. مع مجوهرات تقديم تيمو وبطاقات كريسمس لاند من 62 ايفنتس والعاب متنوعه من وورد اوف تويز، بيتمنى لكم عالم الصباح اعياد كلها فرح. فاذا اول يعني كليب شفناه، انما في كليب ثاني نحن بلشنا ننزل مثل ما قلنا لكم على الطرقات ونعيدكم بعدد من المناطق اللبنانيه. اليوم انا راح تشوفوني هلا بجوله امتى بمنطقه جديده والتقيت بالمشاهدين على الارض، وفعلا بيكون واحد سعيد اكثر بكثير لما بيكون عم يحكيكم مباشره على الهواء عبر الشاشه،
غير شيء، والشعور مختلف كليا لما بيعيدكم مباشرة على الطرقات وبأماكن تواجدكم بخلال النهار بخلال فترة الأعياد. رح نشوف كيف التقينا المشاهدين بجديدة بهالتقرير. ينعاد عليكم جميعا مثل العادة ومثل كل سنة أسرة عالم صباح بتحب تكون موجودة معكم بكل المناطق، ونحن اليوم موجودين معكم بجديدة لحتى نبرم ونشوف العالم، نعيدهم شخصيا وكمان نقدم لهم هدايا، ومعنا هدايا قيمة من عدد كثير كبير من المؤسسات والمحلات التجارية بلبنان. ينعاد عليك يا مدام، إن شاء الله كيف الأعياد وكيف الأجواء شايفينها؟ الحمد لله، أكيد هلأ مش مثل كل سنة يعني، بس نشكر الله يعني الإنسان بده يخلق لحاله على طول أجواء، ولو شو ما كان الوضع ولو شو ما كان الظروف بدك أنت تخلقي لحالك الأجواء. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. ينعاد عليكم، نحن بعالم الصباح بالتلفزيون مستقبل حبينا نعيدكم على طريقتنا. أكيد تسلمي حبيبتي، تسلمي. هلا عم تشوفينا شخصي كمان، وحبينا كمان نقدم لكم جايزه اليوم من عند مؤسسه اليس قدي، جزدين كثير حلو من عندها. الف مبروك لك، ان شاء الله بينعاد عليكم. ميرسي، وبنشوفكم نحن بعالم الصباح. باي باي. ينعاد عليكم. عليك. كيف الاعياد؟ ماشي هلا بعدنا جايين، بعد ما اشترينا شيء هلا بدنا نبلش. نحن حابين نعيدكم كمان على طريقتنا بعالم الصباح من تلفزيون مستقبل، نقدم لكم جوائز من عند مؤسسة الافتين. ان شاء الله بينعاد عليكم يا رب. شكرا كثير، ينعاد عليكم. كمان بدنا نقدم لك كمان جايزه من عالم الصباح من تلفزيون مستقبل من مؤسسه احمد ناجي فارس. ميرسي، يعطيكم العافيه كلكم. تسلموا، ينعاد عليكم. شكرا، تسلموا. ينعاد عليك. ميرسي وعليكي. نحن بعالم الصباح من تلفزيون مستقبل حبينا نعايدك اليوم على طريقتنا ونقدم لك باج من بوتيك اليس قدي، جزئين كمان لك بمناسبه الاعياد. ينعاد عليكي. ميرسي وعليكي. ينعاد عليك. نحن بعالم الصباح كل سنة. يا هلا فيك. أهلا فيك من تلفزيون مستقبل، حبينا نعيدكم على طريقتنا الخاصة. على راسي. كيف الأعياد؟ منيح والحمد لله ماشي، إن شاء الله تضل هيك. إن شاء الله إن شاء الله يا رب على الجميع. نحن حبينا نقدم لك جايزة من مؤسسة أحمد ناجي فارس. الله يخليك، إن شاء الله بينعاد عليك وعليكم وعلى المستقبل، وإن شاء الله تضلوا بهالنشاط وبالأعياد الدايمة إلنا وإلكم. تسلم، شكرا كثير. وشالفوا شابوا قهوة. تسلم. شكرا. الله يخليك. طول عمركم، ينعاد عليكم يا رب. شكرا وحضرتك. وخلينا نشوف هلا محطاتنا لليوم بهالبريفيو. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن، آخر أخبار الموضة للكبار والصغار مع هادية مع الموضة، الأكل الشهي والصحي بفترة الأعياد مع كارلا بخفيف نضيف، ندخل أجواء العيد مع كندا بأرض ورد. كارمن بتستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم بزودياك، أجدد الأخبار الفنية والثقافية مع زينة بأجندا، الميلاد عبر التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي مع كاتيا بوقتها. وبداية عالم الصباح رح تكون مع كارمن. انا ما بس بدي اقول لكم اليوم انه هانيا ما قدرت تكون معنا، بقى اليوم رح يكون مطبخنا فاضي، بس رح نجرب اكيد نكون معكم بكل المحطات الثانيه بخلال عالم الصباح، اكيد بدايتها مع كارمن. يوم الثلاثة 22 ديسمبر كانون الأول، اليوم هو أول نهار بفصل الشتاء، بما أنه الشمس وصلت لبرج الجدي بتمام الساعة 7 إلا 11 دقيقة صباحا بتوقيت بيروت. كيف رح بيكون نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل الجو اليوم جيد بالنسبة لك، منه سلبي أبدا، لكن مع احتمال أنه تعيش لحظات متقطعة من الامتحانات أو يمكن حتى المفاوضات أو يمكن حتى المساءلات. بيضلوا المولود الأوفر حظا 30 و 31 أدار مارس. ننتقل لبرج الثور.
مولود برج الثور بعتبر هذا النهار من الايام الاكثر حظا. اليوم نهار كثير حلو، يبشر بالتقدم بالنجاح ويبشر ايضا ببدايه لصفحه جديده وحلوه. قرار كثير مهم بتقدر انت تاخذه او خبر حلو بيوصل لك. 5/6/13/14 ايار مايو الاكثر حظا. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء في نوع من استراحة أو ابتعاد عن الأضواء، هيدا شيء جيد نوعا ما، فقط لحتى تتمكن أنك ترجع تلتقط أنفاسك من بعد ما عشت حوالي 30 يوم كانوا شوي صعبين. حاول أنك ما تاخذ أي قرار مهم، بعد عن منافسات وما تحط حالك بأجواء صعبة. 31 أيار مايو 1 حزيران يونيو بعده الأقل حظا. منكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان فصل الشتاء نوعا ما شوي متعب بالنسبة لإلك، لاسيما الشهر الأول منه دخلت بهالمرحلة، نوعا ما في بعض المساعدة والدعم لإلك، لكن الجو رح بيكون صعب الأربعاء والخميس، لذلك لحق حالك اليوم. أي عمل مهم ناطرك بهالثلاث أيام اشتغل عليهم اليوم فقط لغير. 11 12 13 تموز يوليو الأكثر حظا. بنكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد الجو مش ضدك، الجو بحطك بجو يمكن مربك مقلق، لكن النتيجة فيها تكون إيجابية إذا أنت فعلا عامل الدفوار وشاغل وحاطي الجهد اللي لازم تعطيه. بعض مواليد برج الأسد يمكن يعيشوا لقاء صعب، فيك تنجح، فيك توصل لهدفك إذا أنت محضر حالك. الأكثر حظا 2 3 8 و9 آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء دخلت بفترة إلى فترة كتير مهمة كتير إيجابية لصالحك 100%. قوي قلبك إذا بدك تنافس اليوم، إذا في عندك هدف بدك توصل له، إذا في اتصال مهم بدك تقوم فيه، تحرك اليوم بدون أي تأجيل. اليوم الحظوظ 10/10. 15/17 أيلول سبتمبر هالفترة بعده الأوفر حظا. ننتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان الجو اليوم مكركب نتفي، لكن هنالك دعوة لحتى يكون في تصحيح لأمور وإعادة تصويب بعض الأخطاء. الجو لا بأس به، لكن لازم تعمل حساب أنه مسائل نوعا ما عائلية بتتطلب متابعة لورقة أو لمعاملة ضروري أنت تتابعها أو تلاحقها شخصيا. أما الشخص يلي لازم يبعد ويتجنب المجازفات كليا 16-18 أكتوبر تشرين الأول. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب بناسبك شوي فصل الشتاء خاصة الشهر الأول منه، لكن اليوم بدك تطول بالك نتفي على هالأمور، بدك تبعد عن الخلافات وحاول إنه ما تخلق مشكل أو جدال مع كل شخص، رأيه مش من رأيك، الجو بيحمل بعض المواجهات، بيضلوا الأوفر حظا 11-15 نوفمبر تشرين الثاني. بننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس الجو اليوم بيقول لك انتبه على مسألة روتينية يمكن هاملة أو منك هاملة، أو معقول تكون مسألة مادية، في بعض المصاريف، في بعض التعب، في بعض الركض. نهارك طويل بيطلب منك أداء أفضل، انتبه لأنه معقول تحس حالك تعبان خاصة 2-3 ديسمبر كانون الأول. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي ما في أحلى من هيدا النهار، اصلا دخلت بفتره كثير حلوه واليوم هو من الايام الاحلى بهالفتره، لذلك ما تخلي شيء بعينك مثل ما نحن بنقول، حاول انه اطلب وتمنى، كل شيء تقريبا بصير على ذوقك. الاكثر حظا 12-14 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو الجو اليوم منه تكلي، يعني ما فيك تتكل عليه، هيدا نهار مزعج صحيا عاطفيا عائليا، كل شيء مكركب، ما في شيء ماشي، بتحس حالك انه الامور مش ظابطه. احسن شيء بتعمله تروح على مكتبك تقعد تخفف الضغط عليك، تخفف التليفونات او تروح على بيتك وتقعد وترتاح. بضل المولود الاكثر تعبا اليوم هو مولود كانون الثاني يناير. بنكمل مع برج الحوت. بالنسبه لبرج الحوت وصلت الى شط الامان من بعد ما عشت مرحله ضاغطه، ضغطا كان مهنيا واجتماعيا، الضغوط اللي كانت موجوده عليك ما كانت هينه على مدى 30 يوم، انت هلا صرت بفتره افضل، هنالك نوع دعم، نوع من دعم لإلك بخليك انه انت بتحكي تفسر تدافع عن رأي وتوصل الفكره اللي انت فعلا بتريد توصلها. بيبقى المولود الاوفر حظا هو مولود 10-14 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم.
بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة كتير مهمة، سنة عاطفية، سنة رومانسية، سنة بتكافئك اجتماعيا ومهنيا. كانون الثاني يناير، ايار مايو، ايلول سبتمبر، هني افضل الاشهر. الى اللقاء بكرة ابراج جديدة، باي باي. رح تكون معنا اليوم كارمن ايضا بمحطة تانية بزودياك بخلال العالم الصباح، انما من بعد لحظات رح تكون معنا هادية على الموضة، خليكن معنا.